وحول هذا الموضوع أيضا معنا عبر الهاتف على الهواء مباشرة من الرياض الكاتب والأكاديمية الدكتور خليل الخليل. دكتور خليل، ما هي دلالة وأهمية رفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق السعودي البحريني إلى أولياء العهود بالمملكتين الشقيقتين حسب رأيك؟ حياكم الله ومساء الخيرات، وأنا سعيد في هذا اليوم وابتهج بهذه الخطوة وباتخاذ انعقاد هذا المجلس الذي رئاسته ولله الحمد على أعلى المستويات في بلاد المملكة العربية السعودية وكذلك مملكة البحرين. وبدون شك بأن هذه الرئاسة الكبيرة وهذه التي صاحبة المكانة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وكذلك صاحب السمو الملكي ولي العهد، والحقيقة هذا الابتهاج الذي نحن فيه هو يوم مجيد، يوم جميل، يوم يرسل الأمل، يرسل ليس فقط للمملكة العربية السعودية والبحرين وإنما مملكة البحرين وإنما لدول مجلس التعاون وكذلك للأمتين العربية والإسلامية، لأن هذه الخطوة هي خطوة للحاضر وخطوة للمستقبل، هي خطوة للاستقرار، هي خطوة للنماء، خطوة للازدهار للأجيال الحاضرة والمستقبلة والمستقبلية. وبالتالي نحن في الحقيقة هذا اليوم في نعيش ثمرة من ثمرات القيادتين الحكيمتين، القيادة السعودية والقيادة البحرينية. أنا لا أستغرب في الحقيقة، لأن ما بين المملكة السعودية وبين مملكة البحرين من علاقات هي حميمية، هي ودية، هي كذلك مستمرة، ثم لها خصوصية، هذا نحن ندركه في المملكة العربية السعودية، وكذلك إخواننا في البحرين يدركون ذلك بأنها علاقة لها خصوصية. فالمصير واحد، المصير مشترك، ولله الحمد الأسر مترابطة، ما بين الشعبين، ما بين المملكتين وبين القيادتين من الحقيقة ترابط قوي لن ينفصل منذ كان العهود الماضية منذ 1745، والعلاقة موجودة ثم تعززت ولله الحمد كذلك في القرن الحقيقة الماضي عندما زار المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله عليه الملك عبد العزيز زار البحرين 1930 واستقبله شيخ البحرين رحمه الله عليهم جميعا الشيخ عيسى بن علي رحمه الله. نعم، فهذه الحقيقه يعني امر مبهج. ثم توالت القيادات السعوديه وقياده البحرين في تعاون وفي تفاهم. الملك سعود كان وليا العهد، زار كذلك البحرين في 1937 بعد 7 سنوات، ثم توالت ملوك المملكة وملوك البحرين ومشايخها وأمرائها دوما في تعاضد، في تعاون، في تفاهم، ولم تستطع قوى الشر، لم تستطع القوى المخربة أن تنال من هذه الحقيقة اللحمة، هذه الودية وهذه الخصوصية، ولن تستطيع. لذلك هذا المجلس، مجلس التنسيق السعودي البحريني، هو خطوة ولبنة، وهو الحقيقة غير مستغرب، وإن شاء الله سنرى مع هاتين الرئاستين يعني قيادات الشابة سمو ولي العهد السعودي وسمو ولي العهد البحريني، هذه قيادات ستبقى وسوف تبني، وهي تدرك تماما ما عليه الملكين العظيمين وكذلك الشعب السعودي، الشباب السعودي، الشباب البحريني كذلك. نعم. الشعب، فهذه ما نتطلع نحن اليه، العلاقات الثقافيه، العلاقات السياحيه، العلاقات في الاقتصاد، العلاقات في شؤون الامن، في شؤون السياسه والدبلوماسيه. هنالك نموذج عروبي، نموذج خليجي، نموذج إن شاء الله يبني للأجيال ويبني للمنطقة ويبني للأمة العربية، وسيبقى صلبا على كافة حقيقة التحديات، وقد ثبت ذلك، لم يستطع الآخرون النيل. لذلك أنا سعيد ومبتهج، وأهن الحقيقة الشعبين، وأهن أخوتي في المملكة السعودية، وأهن كذلك الشعب البحريني. نعم. على أن الله هيأ لنا هذه القيادة الحكيمة، هيأ لنا هؤلاء القادة من أصحاب السمو الأمراء ومن الوزراء. فالتهنئة للجميع، وأنا كما ذكرت من البداية مبتهج، وتاريخنا واحد، مصيرنا واحد، الوطن واحد، وسيستمر بحول الله وقوته على هذا المنهج إن شاء الله. إذن من الرياض الكاتب الأكاديمي الدكتور خليل الخليل، شكرا جزيلا لك. Any growth,
in the Kingdom of Saudi Arabia, any reform in the Kingdom of Saudi Arabia, any success in the Kingdom of Saudi Arabia is very contagious for the region. We see a very bright future as the Kingdom of Saudi Arabia continues to reform and continues to invest in all of these mega or giga projects, as they're called in English. The dreams are still the same dreams. The view that His Royal Highness has for the Kingdom of Saudi Arabia is what we all want for our countries. And if Saudi Arabia, which is the main engine of growth for this whole region and the main pillar of stability, is successful and is growing, then we are all doing very well. So in a nutshell, ladies and gentlemen, growth in the Kingdom of Saudi Arabia is good for us. Please invest in the Kingdom of Saudi Arabia, all of you that are here, please invest. Because when you invest in the Kingdom of Saudi Arabia, you are investing us, and the world is a safer place.